كل الأخبار وطمني. حاضر يا فندم. ألو، أهلا جمال باشا. حبيبي عامل إيه؟ أنا تمام طول ما أنت تمام. عايزين نطلع رحلة صيد من رحلاتك اللي وحشتني. ده أنا تحت الأمر والطلب، هجهز كل حاجة، إحنا تحت أمرك دايما. طيب أنا هرتب وأقول لك، استنى مني تليفون. إن شاء الله، مع السلامة. أهلا وسهلا. أهلا. الله يخليك عم شيخ. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام وقول من رب رحيم. مش ده القتيل اللي شفناه على الشط من يومين؟ رشاد. انت هتعرفني عليه؟ ما انا عارفه. لا انا بقول لك يعني الله يرحمه ويغفر له. ويسامحك ويسامحك على اللي عملته فيا. بقول لك ايه؟ ما عندكوش اوضه ثانيه بات فيها؟ بوس ايدك. يا ريت، بس دي اوامر سالم بيه شخصيا، وانت عارف الاوامر. طب بقول لك ايه؟ استنى. استنى. خد الصوره دي معاك. ما هو مش هبات انا وهو في اوضه واحده، انا جيتتي مش خالصه. طيب امسك. ادي مفاتيح الاوضه. وربنا يجعل حظك فيها احسن من الحظ اللي قبلك. امين يا رب. بقول لك ايه ما عندكوش شرايط كاسه قران كده الشيخ عبد الباسط؟ اي حاجه، انا جدتي مش خالص يا عم بشير. يا ريت. كل حاجه المرحوم شلناها في الامانات وسبتولي صورته. ها، حاجه من ريحته. بقول لك ايه، الاوضه مليانه حاجات ناقصه، انا جاي معاك. استنى. ما مستني اهو. استنى. يلا. واحنا هنخرج احنا التلاتة كده في الشارع ولا ايه؟ هريحك. على اذنك يا رشاد. لا مؤاخذة يا رشاد. حضرتك دي عاشر مرة تتفرج، في حاجة قلقم عليك ولا ايه؟ اشمعنى الواد اتخطف في الحتة دي؟ دي حتة متطرفة. يكونش الواد الجديد ده متفق مع العيال الصيع دول عشان ياخد بنت على قفايا عند سالم بيه. جرد يا سيد، جرد حته واحده. ولمين؟ لمرات الباشا وابنه. يا ابني احنا جايين نجيب هدوم ليا ولا جايين ننقص؟ ماشي ماشي يا سيد. ثبت اخوك يا سيد، ثبت اخوك. ماشي يا سيد، انت طلعت حاوي علامه. لا هي كده مقريه، انت جاي تنق. يلا بينا. يلا يلا بينا يا سيد. ما هو فرحك يا سيد. اتفضل يا فندم. يلا يا اخويا. بص الحته دي خطفه. ايه خطفه فعلا؟ ايه ده يا ابني، انت متاكد انك بتفهم في اللبس؟ طبعا. ايه السؤال الغريب ده يا ابني؟ الحاجات دي كلها بيئه. بيت ايه؟ بيئه. بص بقى الشياكه كلها اهي. خبر اسود. دانيال من اللي قبليه. انتوا بتلبسوا كده في القريه؟ هات يا اخويا، نلبسها عشانك انت بس. طب ورينا نجمه بقى. ها، ايه رايك بقى؟ ايوه بقى، عليا النعمه نجمه. طب ما قلت لك كده من الاول، انت ذوقك في حاجه. هي النعمة. حاوي 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 حاوي. ذوقك تمام يا ابو. مساء الفل على برنس التحف والانتيكات. ابو السيد حبيبي. حاج سيد وحشنا يا حاج. وانت كمان والله. ايه يا عم، ايه الحلاوه والشياكه دي؟ قلنا بقى نرجع لبسنا القديم. وده حاج. ايه ده بقى؟ دي شويه حلويات ترفع بيها السكر على السريع كده. وايه لزوم التكاليف دي يعني؟ تكاليف ايه يا حاج سيد؟ ده انت خيرك مغرقني. طب اقعد بس اقعد. الشاي بسرعه يا علا. اتفضل يا حاج. وحياة بنتي مع اخوتهم. حاج سيد، المبلغ ده كان سلفة والسلفة لازم ترجع. لا مفيش ابن برضه بيرجع سلفة لابوه. ده حاج ده كتير والله. بقول لك ايه؟ فين سماح؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ بكبر دماغ بقى من ناحية سماح يا حاج. ليه كفل الشر؟ يعني ما انتش عارف؟ قصدك موضوع الخنجر؟ هو ده. أنا اعتبرته هدية ونسيت الموضوع ده، وأنت كمان يا أبو السيد لازم تنساه. سماح بقت يتيمة وفي غربة ولازم نحوط عليها وسطينا، لكن لو قرصنا عليها مش هتستحمل. وما نضمنش يا ابني ممكن تروح فين، واحنا عندنا ولاية، وربنا يستر على ولايانا. عندك حق يا حاج سيد، ربنا يستر على ولايانا جميعا يا رب. ايه يا أس، عامل ايه دلوقتي حبيبي؟ بتحسن والله الحمد لله. لا لسه ما نزلتش الشغل.
مقدم على اجازه قدامي فيها بتاع 5 ايام ولا حاجه. طب الحمد لله فضل وعدل. وطارق عامل ايه؟ زي الفل، بيذاكر قدامي كل يوم. جدع، طمني اخبار القضيه بتاعت ابوه. لا ما اعرفش عنه حاجه والله. ازاي بس يا اسامه؟ معقوله؟ ما انت عارف زبيده ايدك منها والارض. الواد قدها ياخد اعدام عشان تخلص منه يا اخي. ما انا لسه راقب برضه يا سيد. طب ابعت لي رقم المحامي وانا هتصرف. حاضر يا سيد. وانا ربنا رزقني بشغلانه احسن. هبقى ابعت لك فلوس عشان مصاريف البيت. ما تنساش تبعت لابوك منهم قرشين. وان شاء الله تبعتهم مع ورده. ما ينفعش الراجل يبقى مخلف 3 شحوطه ويحس ان ملوش سند في الدنيا دي يا اسامه. الله يرضى عليك. حاضر يا سيد. خلي بالك من نفسك ومن اللي حواليك. زبيده لا. سلام يا قلب. سلام. مستعجله قوي؟ مس بايدي، انت شلت؟ وبعدين ايدك خفت الحمد لله وبقت زي الفل، يعني تقدر تاكل روحك. مش فكره مين ياكل مين، قعدت الجنب بتفتح لي نفسي على الاكل. شوف شوف، رجعنا للسهوكه تاني. الله يسامحك يا ست. يعني هو الحب بقى سهوكه دلوقتي؟ هي قلبت على مياصه. طب وفيها ايه لما اتميص عليك وانا غريب؟ امال انت ايه؟ ده تفضل بسل الوش ده لحد امتى؟ قصقص. عيون قصقص بقى. قلب قصقص بقى. الله الله الله، بقينا ندخل الاكل ونركن في الاوضه بالساعات. ينفع كده يا ست البنات؟ ما الراجل عيان قدامك اهو، الباب مفتوح. لا يا اختي، ناقص تقفلي الباب كمان. يلا روحي شوفي شغل البيت واعملي فنجان قهوه. حاضر. وانت مش ناوي تصلب طولك كده وتنزل الشغل؟ ده عادة الراجل في البيت تجيب الفقر، واحنا مش ناقصين فقر اكتر من اللي احنا فيه. بسم الله مرات ابويا. لا انا ماليش في اكل العيانين اللي انت بتاكله ده، انا ليا في الاكل اللي يرم العظم. عايزاك بقى يا اسقس تاكل وتصلب طولك كده وتشد حيلك عشان تنزل تشتغل. البيت ما دخلوش قرش من ساعه ما اللي اتسجن اتسجن واللي هرب هرب. ولا هتيجي وقت ما احنا محتاجينك وانت الراجل الحيله وتتقاعس عن اداء دورك؟ بصلي يا اسقس وزغلي، وحشتني زغرتك يا حبيبي. وبعدين بقى؟ هي دي بقى. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حسونة بيه؟ من غير بيه، حسونة بس، خدامك حسونة. كده كتير، أنا لوحدي والشغالين ما تعودوش كل شوية حد ينطلي كده. بالذمة ده كلام، وربنا المعبود أخد على خاطري. أنت كده بتقولي لي بالمحسوس اتفضل من غير ما تروح. اتفضل، بس ما تاخدش على كده. يا رب اخد على كده وكده وكده. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف سلام عليكم. الحمد لله عدت على خير. بس تفتكري مين المجرمين اللي حاولوا يخطفوا وجهي ريهام؟ هم أكيد كانوا عايزين يخطفوه علشان يطلبوا فدية كبيرة، ما هي موضة اليومين دول. عموما خلاص، انتي ما بقاش في خوف عليكي.